دكتوره داليا فريد استشاري امراض النساء والتوليد بنتكلم دلوقتي عن متابعه الحمل هل كل سيده لازم تروح تعمل متابعه حمل طب ايه اهميه ان انا اروح كل اسبوعين او كل ثلاثه او كل شهر للدكتور ويعمل اشعه تلفزيونيه على الجنين ويبص عليه ويطمن ويشوف طب ما انا البيبي حاسه بيه او انا عارفه ان البيبي ده كويس انا ما عنديش امراض ما عنديش حد في العيله عنده امراض ما عنديش حد من اخواتي جاله امراض قبل كده فبالتالي انا كويسه لا الموضوع متابعه الحمل هو ليست شيء روتيني او عادي لا ده حاجه لازم تتعمل متابعه دوريه للجنين لاختلاف القياسات لكل جنين عن الاخر ولاختلاف كل سيده عن الاخرى ولاختلاف الحالات المرضيه اللي ممكن تطرق اثناء فتره الحمل لازم متابعه قياسات الجنين سواء محيط الراس محيط البطن عظمة الفخذ كل دي قياسات لازم تكون متناسبة كمية المية حوالين الجنين حركة الجنين كمية تدفق الدم في الحبل السوري للجنين كل ده بيأثر جدا على نمو الجنين صحيا وعقليا وذهنيا بكافة الأشكال المتابعة دي بتختلف فترة المتابعة بتاعتها من أسبوعين ثلاث أسابيع أو شهر على حسب الوضع الحمل أو الوضع الصحي للجنين وزن الجنين كمان بيختلف من فترة لأخرى وده لازم متابعته علشان ما نفاجئش بحاجات ممكن نتصدم فيها في الآخر لما بنسمع نقول ده الحجم الجنين صغير جدا على السن الجنين اللي هو موجود فيه دلوقتي أو الجنين كبير أو المية حواليه كتيرة كل دوت بيظهر كويس قوي معانا في المتابعة اللي لازم كل سيدة وكل سيدة حديثة, حديثة الزواج تهتم بيها وتعملها علشان ما نتعرضش لاي اصابه في اي جنين بتحزننا جميعا وبتخلينا متاثرين سواء الطبيب فعلا او الام اللي بتفاجئ ان في احداث كتيره حصلت للطفل بتاعها بدون ما تكون متابعه فانا بنصح كل ام كل ام جديده في الحمل او ام عندها حمل متكرر ما تقولش لا ما خلاص ده مش اول مش اول حمل ليا انا عارفه انا بتابع على طول قبل كده واولادي كويسين لا اول حمل زي تاني حمل زي ثالث حمل لازم الاهتمام بيه ومتابعته ومتابعة نمو الجنين متابعة المية اللي حول الجنين كمية تدفق الدم للجنين يا كل أم تهتم بالنقطة دي عشان نحصل على أطفال أصحاء وأم سعيدة بطفلها شكراً